ديماري عندنا ماشي خشب ماجد زيارة عملك ماجد اصبر ماشي خشب الزين كل مولد النبوي بركه بركه ما هي ما قطعت هذوك ما درت لناش عشر الله يحفظها قالت لي لا 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 حرق كما شي حرمه ما وفاش شي حدا يجوز يا جوز يا خا اش تاب الدجاج يا اما قالت لي ما تحبسيش العاده انت هي النيه تاعك حب النبي عليه الصلاه والسلام قالت لي ما نديش قالت لي حرق قالت لي شي قال لي ماشي حرق حاشا لله بارك الله كيف يزيد عندك طفل دير عليه عقيقه ويزيد النبي ما ديري والو ديري لهم اش تاب الدجاج كما العاده ونصلوا على النبي وندرسوا في الجوامع. رحت شرى الدجاجة. ونفرحوا. رحت شرى الدجاجة. يجوز يجوز ولا شيء في هذا، ما تبعيش هذو بو خليطة. يظلوا يحتفلوا عام كامل عيد البقرة، عيد الفراولة، عيد الزربية، عيد العمال، عيد تأميم البترولات، عيد الشرطة، عيد المحروقات، عيد يا ودي الكبش في الجلفة داروا له عيد، وكي يجي المولد النبوي يقول لك بدعة، ما كان والو. عام كامل هما في الأعياد. والله يا شيخ حسبنا الله ونعم الوكيل شكرا ربي يعوض البنات اللي يديروا تصاور في فيسبوك شيخ الله يهديهم ما يجوز لك يا اختي خبي وجهك للزوج نتاعك ما يجوز لك ما كاش هذه زعما ندير نحط صوركم في فيسبوك نحي وتصور البنات امي معايا الشيخ يديروا تصاور اعوذ بالله كيف دير امي انت يا ما امي فيسبوك معايا ما كاش امي نحي انت ما كاش امي نحي عندك زوجة او امين تبنى قال لك الشيخ شمسو الله يحفظك سي امين تبنى ما كاش طفلة ديروها امي مع راجل، ما كاش راجلك هو امي تاعك فهمتي؟ نحط صوركم وقعت نحط صوركم ما عنده حرام لا يجوز ما يجوز لهمش، نعم هذه فتنة فتنة كبيرة نحط صوركم وما كاش من زعما راجل يدير تصويرة تاع راجل واحد اخر ولا مرة يدير تصويرة تاع راجل، هذه كاع من الفتن الكبرى التي يجب ازالتها، كل مولد نبوي وانتم بألف خير. السلام عليكم. الله يسلمك.